تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بخنقة سيدي نادي في عملية نوعية من حجز أكثر من 4825 مؤثر عقلي نوع بريكابالين 300 ميلي غرام، وتوقيف شخصين مشتبه فيهما تتراوح أعمارهما بين 23 و 27 سنة. العملية تمت بناء على معلومات واردة مفاتها قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية بوسط بلدية الفايض ولاية باسكرة، أين تم وضع خطة محكمة لإطاحة بالمشتبه فيه ليتم توقيفه وبحوزته كمية من المؤثرات العقلية كانت موجهة للترويج، أين تم اقتياده لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق. مواصلة للتحريات في القضية، تم الكشف عن هوية أفراد الشبكة، وبعد التنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا واستصدار أذونات بالتفتيش، تم مداهمة مساكن المشتبه فيهم أين كانت النتيجة إيجابية وتوقيف شخص مشتبه فيه ثاني. العملية أفضت إلى حجز مالي أكثر من 4825 مؤثر عقلي نوع بريكابالين 300 ميلي غرام، مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر ب 26000 دينار جزائري، خنجر من الحجم الكبير، ساعق كهربائي ذو صنع يدوي. فور الانتهاء من إجراءات التحقيق سيتم تقدير المشتبه فيهما أمام سيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.